أسرار مثيرة ولحظات فارقة في حياة بلاد الحرمين الشريفين، ومخطط غامض وضع رئيس الديوان خالد التويجري السيناريو الخاص به على طريقته الخاصة قبل أن يكتشف الملك سلمان الملعوب في اللحظات الأخيرة. فما القصة؟ صراع من نوع خاص عاشه القصر الملكي في العاصمة السعودية الرياض إبان اللحظات الأخيرة في حياة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على غرار العمل الدرامي الشهير صراع العروش. كان فيه الوريث الشرعي لحكم المملكة على شفا خطوة من يوم موعود يفقد فيه كل شيء، فالجميع في هذه اللحظات يتسابقون للوصول إلى سدة الحكم وتثبيت وجوده على رأس السلطة. لكن حنكة الحازم وخبرته السياسية الطويلة حالت دون ذلك، وأفشلت مخططات الآخرين وعلى رأسهم خالد التويجري الذي كان على وشك من إبعاد العاهل السعودية عن عرش المملكة العربية السعودية. لكن تمكن الملك سلمان من النجاة في اللحظة الأخيرة والخروج من عنق الزجاجة التي وضعه فيها صاحبه، ونجح في حسم الأمور لصالحه وإخماد ما كان يخطط في الخفاء في لحظات الملك عبد الله الأخيرة. فهم سلمان منذ البداية أن التويجري يحاول تهميشه، لا سيما أن الأخير أنشأ شبكة شائعات لنشر فكرة أنه يعاني من أعراض صحية تمنعه من الحكم في محاولة بائسة لتولي أحد أبناء الملك عبد الله. وكان التويجري يأمل في مزيد من الوقت لتنفيذ خطته الغامضة، حيث أمر بالتحديد بعدم إبلاغ الملك سلمان بتفاصيل حالة الملك عبد الله الصحية قبل أن يتدخل ابن سلمان على خط المواجهة ويحسمها لصالح والده. معلومات مؤكدة تم تجميعها بشكل موثق من داخل العائلة المالكة وخارجها، ونبه محمد بن سلمان بشأن حالة الملك، وتأكد هو بدوره من كبار أعضاء الأسرة الآخرين قبل أن يستقبل نبأ وفاة عمه. وجاء الملك إلى مستشفى الحرس الوطني وكله غضب مما فعله التويجري، وما إن رآه أمامه قام بصفعه صفعة تاريخية على وجهه، وقد تردد صوتها في كافة جنبات المبنى الفاخر الذي يحتضن جسد الملك عبد الله. وخسر التويجري كل شيء بعدما حاول تهميش الملك سلمان وأن يسلبه حقه في الورث الشرعي خلفا للملك عبد الله آل سعود، فكان الجزاء من جنس العمل، فلم يكن له مكانا في العهد الجديد، عهد يعيش فيه العاهل السعودي حالة من الاستقرار، ويصول نجله الأمير محمد بن سلمان ويجول في كافة أنحاء المملكة بحثا عن مستقبل أكثر تقدما لا مكان فيه للصراعات السياسية وصراع العروش. بعدما كشف ما دار في الساعات الحاسمة والتي تحدث عنها الكاتبان الأمريكيان برادلي هوب وجاستن شيك في كتاب لهما، وكان بطل تلك الساعات خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي الأسبق. أما أنتم فبرأيكم، هل كان التويجري محقاً في محاولة إبعاده الملك سلمان عن حقه الشرعي في قيادة المملكة العربية السعودية؟